بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده الحلقه دي مهمه جدا لكل مرضى السكر سواء من النوع الاول او من النوع الثاني وعندهم التهاب في الاعصاب. الجماعه اللي بيحسوا بالتنميل والشكشكه وضعف العضلات او عينيهم فيها مشكله اداء الابصار، عندهم بدات عدسات العين تعتم، او عندهم مشاكل في الكلى، او عندهم امساك مزمن او اسهال مزمن، كل دي من التهاب الاعصاب السكري. النهارده هنتكلم عن علاج جديد، دواء جديد بيعالج جذر المشكله وبيعالج السبب بتاع التهاب الاعصاب، وده الدواء الوحيد من نوعه لعلاج التهاب الاعصاب السكري. هتقول لي امال الادويه اللي احنا بناخدها عشان الاعصاب التهاب الاعصاب السكري دي ايه؟ اقول لك كل دي كانت مسكنات وفيتامينات للاعصاب، لان البشريه لم تصل الى الدواء اللي يعالج السبب بتاع التهاب الاعصاب. هنتكلم عن اسم الدواء ده، هنتكلم عن المنتجات اللي موجود في الصيدليات باسم ايه، البلاد اللي موجود فيها، هل هو موجود عندنا في مصر او ولا فين في الدول العربيه، وهينزل امتى، الاعراض، الجرعه بتاعته طبعا، وطريقه الاستخدام بتاعته، الفوائد بتاعته، والاعراض الجانبيه بتاعته، ونصايح للمرضى. قبل ما اتكلم بس هشير الى حلقه عملتها قبل كده عن افضل ادويه وعلاجات وفيتامينات لالتهاب الاعصاب، ارجع للحلقه دي لانها مهمه وكانت بتشرح لنا كل ما هو ينفع لالتهاب الاعصاب السكري حتى تاريخه، حتى تاريخ الحلقه دي. الاعراض بتاع التهاب الاعصاب، التنميل والشكشكه والوجع والالم والتكسير اللي في الجسم والكلام ده كله، والادويه اللي بتنفع لها. قلنا في انواع من الادويه، ادويه حاجه اسمها جابابنتين، وده بيتاخد بالليل عشان النوم، وفي ادويه ثانيه للاكتئاب زي الدولوكسبرين او اللي بيسموه الدولوكسيتين او سيمبالتا او حاجات لها اسماء كتيره، ارجع للحلقه عشان تعرف العلاجات دي. وطبعا الفيتامينات، قلنا الالفا ليبوك اسيد اللي موجود في مصر تحت اسم السيتوسيد، سيتوسيد مركب بيبقى معاه فيتامين ب1 وفيتامين ب12 علشان يعني كتغذيه للجهاز العصبي علشان نخليه يقاوم اللي الضرر اللي بيحصل. فايه اللي بيحصل عند مريض السكر وعلاقة السكر باعصابه؟ ليه اعصابنا بتبوظ ويبدا تتلف؟ بيقول لك التهاب الاعصاب. ايه اللي بيحصل في التهاب الاعصاب؟ ليه العصب بيبوظ وبيفضل يبوظ طول ما مريض السكر ماشي؟ عند نسبة كبيرة جدا من مرضى السكر، مش كلهم، حوالي 70-80% منهم، وإذا أهمل في السكر والسكر عالي تبص تلاقي الالتهاب يزيد لدرجة إن هو يفقد الإحساس بأعصابه الطرفية، ورجله تتعور مثلا من غير ما يحس، وتبص تلاقي يحصل فيها غرغرينة ويقولوا هنقطع صباع، هنقطع الرجل لا قدر الله، الحاجات دي اللي في المراحل الأخيرة خالص. اللي بيحصل وما كانوش عارفين يعالجوه لغاية دلوقتي وبيدوا الادويه اللي احنا شرحناها في الحلقه اللي قبل كده، واللي انت اكيد بتاخدها كمريض سكر هتلاقيها عندك. اللي بيحصل ان كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني ايه؟ يعني السكر لما بيزيد في الجسم بتاعنا عن حده عند مريض السكر سواء من النوع الاول او النوع الثاني، بيشتغل عليه حاجة في الجسم، بيحصل تفاعل كيميائي في الجسم بإنزيم اسمه العلمي الدوز ريدكتيز، ده عشان الدكاترة بقى يفهموه، بيتحول لمادة ضارة جدا بالجسم اسمها سوربيتول. يعني السكر بتاعنا العادي ده اسمه جلوكوز، بيتحول لمادة ضارة اسمها سوربيتول. المادة الضارة دي عندها نفاذية عالية جدا انها تخش جوه الاعصاب بتاعتنا، تملى في الاعصاب بتاعتنا كده، تخش جوه عدسه العين بتاعتنا، تخش جوه الشبكيه بتاعتنا، تروح جوه الكلى بتاعتنا. ماده مفسده بتيجي من الماده النافعه الحلوه الجميله بتاعتنا اللي اسمها الجلوكوز. تبص تلاقي مع الوقت العصب مش مستحمل، يبدا يتلف ويموت تدريجيا، اعصابه الصغننه قوي تموت. تبص تلاقي يقول لك في عندي تنميل في ايدي، في عندي شكشكه، انا حاسس كده انه زي شراب، اكني لابس شراب وانا مش لابس شراب، انا باجي اقف بحس بالم، ما بقتش قادر اصلي وانا واقف، عضلاتي بتضعف، اعصابي بتلتهب، عيني ما بقتش اشوف بيها كويس، بيحصل عتامه في العين، الكلى بتاعتي بدات وظايفها تتعب. كل ده
بسبب مادة السوربيتول اللي طالعة من السكر اللي احنا بناكله لما يحصل مرض السكر. طب بيعالجوها ازاي؟ الكلام اللي قلناه بسرعة باختصار يعني، بيعالجوها حتى الآن عندنا بيدوا فيتامين للأعصاب، حاجة اسمها ألفا ريبوك مع فيتامين بي 12، بالذات أحسن نوع فيه اسمه الميثايل كوبالامين. تلاقي فيه عندنا في مصر حاجة اسمها سايوتاسيد، ده بياخدوه كل يوم عشان الحقن الحمراء لفيتامين بي 12، عشان انت فيتامين للي ده فيتامين للاعصاب، عشان العصب يقدر يقاوم التسمم ده والماده اللي بتموته دي تدريجي طبعا. او ندي كمان حاجه بقى بتشتغل على المخ، مضادات الاكتئاب. لقوا ان مضادات الاكتئاب ما عندهمش اكتئاب ولا حاجه، بس هي بتوقف الاشاره العصبيه اللي رايحه للمخ جايه من الاطراف ورايحه للمخ، تخليه يعني ما يحسش بالايه؟ بالعمال الالم اللي عمال يحصل ده، فيقدر الانسان يعيش طبيعي ويمشي، لكن المرض عمال يشتغل جواه من غير ما ايه؟ ما يحس، لغايه ما نوصل لمراحل متاخره جدا. عاوزين بقى نعالج جذر الحكايه دي. عاوزين نوقف التفاعل اللي بينتج لنا السوربتول ده. فلقوا ان اللي بينتج السوربتول ده انزيم موجود في الجسم. فالجماعه اليابانيين في التسعينات طلعوا له دواء جديد اسمه ايبال ريستات. ايبال ده اسم الماده الفعاله اسمه ايبال ريستات. طلعوا له دواء ونزل الاسواق في اليابان من التسعينات، بيوقف الانزيم اللي بينتج السوربتول اللي بيبوظ الاعصاب، وبيستخدموه من ساعتها حتى الان. دواء موجود من التسعينات في اليابان وشغال كويس، بيوقف انتاج السوربتول، وبيدوه لمريض السكر اول ما يعرفوا انه عنده سكر عشان يمنعوا التهاب الاعصاب، لان مجرد اي عصب بيتلف، انتوا عارفين الاعصاب دي شيء لا تستطيع استرجاعه تماما او بسهوله حتى على الاقل. فقبل ما الدنيا تخرب بيبداوا يدوه للايه؟ للمرضى عندهم، وناجح جدا وماشي عندهم من التسعينات لغايه احنا دلوقتي في 2024 اهو. وجت بقى دول ثانيه كمان، الهند خدته، مليار وشويه شغالين بيه دلوقتي ومطلعين منه كذا، من بنجلاديش، دول كتيره جدا اعتمدته، ولكن مش موجود عندنا في مصر. ليه؟ لان احنا تبع دوله امريكا، اي حاجه يوافقوا عليها هم الاول احنا نوافق عليها بعدهم. فهيئه الدواء اللي عندنا والسعوديه والدول دي مستنيه الاف دي اي بتاع امريكا توافق عليه، وهي حاليا امريكا حاولوا الاول ينتجوا واحد زيه ونفسه، اليابانيين فشلوا في ال 20 سنه دول، فاضطروا ان هم ياخدوا الدواء بتاع اليابانيين ويصدروا موافقه عليه. الموافقه هتطلع على طول، واول ما هتطلع الدواء قديم مش محتاجين حاجه، الهند بتنتجه بالاطنان، هناخده منهم وننتجه على طول عندنا. حاليا اللي موجود بقى في الاسواق بتاعته باسامي ايه بقى؟ طبعا باسم في الياباني انا مش هعرف اقراه خالص، اللغه ياباني غريبة خالص، فأنا هحط لكم الصورة بتاعته، اللي عايش في اليابان بقى هو اللي ممكن يعرفه أو اللي بيعرف ياباني. إنما موجود عندنا في الهند تحت اسم إيبال ريستات، راس 50 مللي جرام القرص، بيتاخد 3 مرات في اليوم مع الوجبات، قبل كل الأكل، قبل الأكل زي معظم أدوية السكر. والجرعة المثالية 150 مللي جرام، يعني 3 أقراص في اليوم، ده بالاسم بمادة الفعالة كده. في كمان اسمه الدونيل، الدونيل ايبال ريستات تابلت برضو راس، الدونيل الدو، هكتب لكم اسمها بالعربي عشان تعرفوه، برضو منتج منافس له في الهند، شركه ثانيه. موجود في بنجلاديش باسم الدورين. فبنجلاديش حتى بنجلاديش اللي لسه حاصل فيها الثوره دي عندهم الايبال ريستات وبينتجوه. طيب ده بالنسبه للجرعه بتاعته، القرص 50 مللي جرام في كل الدول دي. في كمان الهند عامله واحد كمان اسمه الريستا، الريستا حاطه معاه فيتامين بي 12، احسن نوع من الفيتامين بي 12 اسمه ميثايل كوبالامين، وعاملاه الريستا كومبو كده بين الايبال ريستات مع فيتامين بي 12. ليه بقى؟ لان طبعا الدواء ده المريض بتاع السكر اللي بقى له 10 سنين وعنده العصب اتضرر، احنا الدواء ده مش هيقدر يرجع لنا العصب بسرعه، او هيمنع اي تدهور جاي، يستحسن ناخده من بدايه السكر. ولازم ناخده في اي وقت نوصل له ناخده، بس عشان نوقف عند المرحله دي ونبدا ندي فيتامين للعصب وتغذيه للعصب، ويدي الالفا ليبوك للعصب،
واذا كان في الم برضه ندي مضادات الاكتئاب او جابابنتين عشان الالم ده يروح لغايه ما العصب تدريجي، لان ثبت علميا ان ربنا عامل للاعصاب عمليه استرجاع ولكنها بطيئه جدا. فالعصب ممكن يسترجع بنسب بسيطه وبطيئه، لكن نوقف انتاج الماده السامه دي بالدواء ده. انت بقى في السعوديه انت عندكم بنجلاديشيين كتير، بنجال وهنود كتير، ويمكن يكون في باكستان كمان. اسم الماده الفعاله دي هكتبه لك بالعربي وبالانجليزي، كلفهم يجيبوه لك. احنا عندنا في مصر قرب ياخد الموافقه وينتج عندنا، هتلاقي شركات كتير تنتجه ونبدا نحل المشكله دي. واحنا هنكلم شركات الدواء بسرعه ان هم يبداوا ينتجوه، لانه بينتج في دول العالم كلها دي دلوقتي. الاعراض الجانبيه بتاعته، هل له اعراض جانبيه؟ قال لك لا، الاعراض الجانبيه للابالريستات ليست ذات اهميه عند كل الناس. الاعراض العاديه اللي هي شويه بغثيان، شويه مل القيء، شويه الام في الامعاء كده بيجي في الاول دايما مع اي دواء، وخصوصا زي الناس اللي بتاخد ميتفورمين وجلوكوفاش بيحسوا شويه حاجات في الاول، لكن مفيش اي مشكله عند الناس العاديه. طبعا زي اي دواء برضو ممكن واحد يكون عنده حساسيه له، ممكن واحد يكون الكبد بتاعه ما بيستحملوش، يعني دي حالات نادره مع الناس وبتحدث مع الدواء ده ومع اي دواء تاني. فهو دواء امن جدا وممتاز جدا، والاف دي بتاع الامريكا اللي احنا ماشيين وراها دي خلاص هتوافق عليه وينتشر يعني انتشار كبير جدا. الميزات بتاعه الايبالريستات ده باسمائه التجاريه دي كلها، اول حاجه ان هو بيعالج زي ما قلنا السبب الجذري، بيقطع المشكله او بيحل المشكله من اساسها، بيحسن وظائف الاعصاب ويزود، يعني جربوه على عيانين كتير وعملوا دراسات كلينيكيه كتير، لقوا ان التوصيل العصبي اللي كان ضعف وقل عند بعض الناس اللي عندهم السكر بدا يتحسن، وبدات الاحساس، نسبه الاحساس والالام والحاجات دي تبدا تتراجع خالص، الاحساس يتحسن والالام تتراجع خالص، خفف الاعراض بدرجه كبيره جدا. لازم المريض يمشي عليه طبعا عشان يفضل مانع انتاج الماده الضاره ديت. اثاره الجانبيه ضعيفه زي ما قلنا، المشكله برضو ان لازم المريض يمشي عليه، وان المشكله ان هو برضو مش متوافر عندنا في بلادنا العربيه، يعني كل غرب كل اسيا دي اللي هي من اول الهند وانت طالع كلها موجوده عندهم، المشكله انه لسه مش متوافر عندنا. فانا حبيت اعرفكم الخبر ده علشان اللي يقدر يجيبه الدواء يجيبه، وهو على فكره موجود على النت على امازون. انا دخلت على امازون كتبت اسم الماده الفعاله، طلع لي ان هو ممكن يجي بالريال السعودي وبالجنيه المصري ممكن تشتريه. استشير الدكتور بتاعك، المعالج بتاعك، كلمه عن الماده ديت وخدها معه، ناخدها معه خصوصا لو فات على السكر بتاعنا فتره طويله، ناخدها مع الادويه اللي بناخدها للاعصاب علشان نمنع، واول ما نبدا نحس التحسن ممكن ان احنا نقلل الادويه بتاعه الاكتئاب دي بتاعه الاعصاب دي، ونخلي مع خلي الفيتامينات برضو ما شغاله معانا، لان الفيتامينات بتاعه الاعصاب دي مهمه مفيده في حاجات كتيره جدا، وبتؤدي انخفاض نسبه السكر في الدم، وبرضو بتمنع مشاكل كتيره لان معظمها مضادات، فيتامينات ومضادات اكسده. ده الكلام اللي عندنا النهارده بالنسبه للدواء الجديد المهم جدا والجميل جدا والبشرة الجميلة اللي بنبشر بيها مرضى السكر من النوع الأول ومن النوع الثاني. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.